فهي متعددة. اه يعني ممكن تكون هي لوحدها تشوه القدم عادي، دي خلقت ربنا كده عادي، ممكن تكون في اسباب تانية ممكن تؤدي لتشوه القدم. كلام مظبوط. دكتور معانا مجموعه من الصور برضو هتورينا اكتر تشوهات تمام. القدم اللي بتيجي لوحدها تمام كده، يعني الانسان مولود بيها مش مثلا حاجات تانية او امراض تانية خلت لنا يبقى في تشوه في القدم. اول صوره معانا دكتور ممكن تعلق لنا عليها؟ اول صوره دي ده طفل صغير مولود باصبع زياده. الموضوع هنا مش شكل جمالي بس، ولكن احنا عندنا في قدم فيها اصبع زياده وفي القدم الثاني خمس صوابع عاديين. بالتالي لما الطفل ده لما هيكبر او حتى في سنه مش قادر ان هو يشتري حذاء يلبسه، بيضطر يشتري حذاء نمره او نمرتين اكبر وحذاء تاني اصغر بحيث انه يلبس فرد وفرد. طبعا مشكله نفسيه عنيفه. بس كوقفه يا دكتور ان هو يقف على رجليه عادي؟ لا وقفه عاديه جدا، بس لكن في مقاسات الشوزات بالظبط، خلاف ان احتكاك الصباع نفسه. والموضوع سهل جدا، يمكن احنا شايفينه هو بعد الجراحه مباشره. ما اعتقدش ان في حد هيفكر ان دي الصوره اللي قبليها طبعا، ان ده كان فيه صباع طبعا. ده بعد العمليه كمان على طول يعني الجرح ده عشان بس بعد العمليه، لسه فتره العمليات لسه يعني فتره العمليات طبعا بيروح بعدين مع الوقت. بالظبط كده بالظبط كده. خلاص احنا بقينا قدم عاديه جدا. في جرح ممكن يعتبرها الشخص ده انه مجرد تعويره صغيره حصلت له في الصغر. الجرح طبعا متخيط بطريقه تجميليه، بعد شويه هيبتدي ان هو يروح الجرح ده يروح. بالظبط. دكتور ما بيسيبش اي علامات او اي اثار؟ ما فيش جرح ما بيسيبش علامات، لكن العلامه عن علامه تفرق يعني. في علامه صغيره بتبقى غير مؤثره، وكلمات بقى بتوع التجميل بيدخلوا الكريمات والحاجه بتلاقي اللون زي اللون بيقدر يلبس مقاسه على طول، ما يحتاجش ان هو يجيب رقم زياده. معانا كمان دي بقى الحالة اللي برضو منتشرة شوية. الأم والأب بيجي يشتكوا إن الطفل أو الشاب بقى 12 سنة 13 سنة عنده مشكلة في النقطة اللي أنا معلم عليها دي، عظمة زيادة موجودة بيبقوا داخلين جوه الكلى بارزين أو بارزين في الناحيتين. ده الفكرة دي بقى إن أنا أوريدي الشاب ده مش قادر إنه يلبس حذاء. تخيل حضرتك إن حد بيلبس حذاء وطول النهار في ألم، في يعني طول النهار في احتكاك بين الحذاء وبين هذا الكلام، هيقدر يمارس شغله؟ هيقدر ان هو يروح؟ هيقدر يجي؟ مش هيقدر. بص حضرتك ده برضو حاجه حاله ثانيه نفس القصه. ولو جرينا الصور هنلاقي ان احنا هنشوف الصور ادي العظمه الزياده اللي انا مشاور عليها. دي العظمه الزياده اللي مشاور عليها، والموضوع بسيط تماما. لو جرينا الصور ادي برضو الحاله واضحه جدا اهي تماما. لما بيجي يلبس حذاء ولا حاجه بنلاقي الدنيا مش ظريفه خالص في الكلام ده. بعد ده بقى هنلاقي ان احنا عندنا رجلي الشمال عملت لها عمليه ورجلي اليمين لسه فرق كبير يا دكتور. بالظبط. انا كده انا عندي هذه المراه ممكن انها تلبس الحذاء بتاعتها من غير مشاكل خالص، وتروح وتيجي من غير الالم العنيف اللي كانت ومن غير شكل كمان مقزز او يضايقه منه. طب بالزبط. في تشوهات تانية يا دكتور؟ لو شفنا الصور اللي بعد كده دي مثلا دي تشوه اهوت بترسل الدكتس او دخول زي ما شايفين الصبع الكبير ضامم على جوه. كويس. ودي قبل العمليه في الناحيه الشمال وبعد العمليه مباشره، والجرح جرح صغير جدا على الجزء الداخلي من القدم مش باين، وبرده مش باين. وبرده انا هنا دي مش مشكلتها في الحذاء بس، مشكلتها في الاستابيليتي، في ان هو يقف وان هو متحكم في ده بيلاقي صعوبه بقى الشكل ده بيلاقي صعوبه مش كده. بس المظهر يعني بالظبط كده في جاريه في نشاطه العام. لا والموضوع برده مهواش بالصعوبه الخطيره، والناس متخيله ان عمليات القدم بتسبب الام عنيفه بعد كده، وان هو عمره ما خلاص ادام في مشرط دب في القلم في القدم يبقى انا بعد كده ان انا مش قادر ان انا اقف او امارس حياه طبيعيه. لا المنظومه دي منتهيه، لان احنا بنبعد عن المفاصل واحنا بنتدخل في العظم كعظم او الاوتار، وبالتالي في الحالتين الدنيا بترجع طبيعيه. ومش صعبة زي ما الناس فاكرين؟ لا 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 يعني حد متخصص بيعملها طبعا، متخصص مش بالزبط. اي دكتور في بالزبط اي بالظبط. طب دكتور بنسمع كتير قوي عن تشوهات القدم، احنا عارفين ان هي عكس الفلات فوت، فعايزين حضرتك تكلمنا عنها شويه وتعرف المشاهد اللي عنده المشكله دي ومش عارف ان هي تشوهات قدم او المفروض يجري عمليه فيها يعني. تمام. فعباره عن ايه يا دكتور تشوهات القدم؟ هي دي اسمها قبو عالي. ادي احنا شايفين اهوت دي عكس الفلات فوت طبعا. ان احنا عندنا القدم نفسها عامله نص دايره. يعني نفس الـ بس مقلوبة. عظام القدم بالظبط. عظام القدم عامله هذا الكلام، وده الوضع ان الطفله دي بتمشي بيه. انها زي ما شايفين القرش او القدم عامله نص دايره وماشيه على طرف صوابعها، والدنيا طبعا وحشه جدا. طب دي بقى لو سبناها، ودي القصه الثانيه، ان لو سبناها طبعا خلاص العظام كلها بتبتدي تنمو في هذا الاتجاه. والطبيعي بعد كده ان احنا لما بنوصل لسن كبير بنلاقي ان احنا مش عارفين نمارس
حياه طبيعيه، مش قادرين نقف، مش قادرين نتمشى، مش قادرين نروح، مش قادرين نيجي، مش قادرين نقف ربع ساعه على بعضيها. يعني كل مكان بدري يا دكتور، كل مكان احسن. دي جدا جدا، العظم لسه بينمو كده، في كل مكان بدري ان احنا نجري العمليه كان احسن كمان. والله دي من احلامي ان الحالات دي تيجي بدري. يعني بتالي الصوره كانت اللي فاتت دي كانت كبيره، سنها كبير. من احلامي يعني اقول لحضرتك الجمله اللي انت قلتيها من شويه دي، بيجي بدري بقدر ان العب في الاوتار، بيجي واخري بلعب في العظم. فبيبقى اصعب عليه وعلى حضرتك كمان. الاختبار ده اللي بيقول لي انا العب في اي حاجه، ده اسمه بوك تيست، بحط تحتيه كتاب، ولو الادم اتعدلت ككعب الرجل اتعدل يبقى انا ممكن اتدخل في الاوتار بس. ما اجيش جنب العظام، ما اجيبش، ما اكسرش عظمه. وطبعا الريكفري او الـ او الـ او التايم ان انا ممكن ان انا ارجع الشاب ده او الطفل ده لطبيعته بيختلف تماما، ان انا العب في الاوتار او العب في العظم. الاوتار ممكن 6 أسابيع الشخص بيرجع طبيعي، العظام ممكن تاخد لها 4 أشهر. المدة طويلة، فرق كبير. بالظبط، فرق كبير بين ده وده. اوكي، يعني ده التيست بوك تيست او الكتاب اللي حضرتك بتحطه للمريض. تمام. بتشوف تمام. بيبين لو شفنا بقى يعني. اللي بعد الجراحة دي، بعد الجراحة الصورة. دي الصورة اللي شفناها من شوية. دي بعد الجراحة. نشوف، نجري كمان سنة، نشوف الصورة اللي بعدها. بتقابلنا بقى في الحالات دي مشكله الجلد، لان الجلد طبعا بيكون ضيق جدا. ده دي صورته من قدام. دي صورته من قدام. بتقابلنا مشكله الجلد، لان الجلد بيكون ضيق جدا. لان متخيل حضرتك ان القدم عاليه بالمنظر ده، الجلد ضيق، جلد قصير. فبالتالي لما ببتدي افردها الجلد قصير جدا. فده بنسيسه زي ما بيقولوا كده لحد ما الجلد بيرجع. ممكن بقى الجلد هنا ما يكونش جراحه تجميليه قوي. لان الجلد هنا قصير جدا والدوره الدمويه بتاعته ما بتكونش حلوه. فبالتالي ان نفس الكلام، ان هو بيحصل ان نفس ده اما نحتاج ترقيع جلدي بسيط، يا اما ان احنا بنحتاج غيارات عشان الجلد قصير فنحاول نطوله شويه. بالظبط بالظبط. طيب دي كمان، دي مشكله الجلد هنا بقى. دي مشكله الحاله، دي مشكله الجلد. لان احنا بناخد غيارات بعد كده فتره كبيره. شايفين طبعا واقف ده بقى انا حققت له ان هو يقدر يقف. يقدر يمارس اي لعبه رياضيه، يقدر ان هو يقف ساعه كامله او ساعتين كامله. يمارس لعبه يعني يمشي ماشي يتحرك بس. لو عايز يلعب كوره يلعب كوره. وعندي حالات مشابهه بالحالات. وما يرجعش تاني، ما ياثرش على العظام او الاوتار زي ما حضرتك بتقول. لا لا خالص خالص، ما تاثرش خالص. كنت لسه اسال حضرتك يا دكتور ان في ناس بتخاف، يعني الامهات كمان والاباء بيشوفونا، طب ما انا هعمله العمليه مثلا في سن صغير زي ما حضرتك بتقول عشان ما نجيش جنب العظم، نخلينا في الاوتار بس، بعدين ممكن اكرر له العمليه دي فياثر عليه في المشي او الحركه، يبقى فيه زي احنا بنقول الزكه دي، او ان يبقى فيه ميل شويه، فبيخافوا قوي فبيقول له احنا نسيبهم لسن كبير، يبقى تمام. عمليه مره واحده وخلاص. دي بقى المأساة. ان انا مأساة عند حضرتك مأساة العملية ولا عند مأساة عند الطفل، ان هو بدل ما العمليه بتبقى سهله بنضطر ندخل جراحيا بصوره اعنف. التخوف يضيع في قلب عياده حد متخصص. يعني حضرتك ارمي خوفك على الدكتور، هو يقدر يطمنك بحالات مشابهه عملها. فبالتالي انت شايفه الحالات المشابهه، وانا عاده يعني باجي بالصور قبل وبعد اللي عملتها. وبالتالي عشان الامور تبقى صح، يعني الامور تبقى واضحه. دي حالات بجد يا جماعه، مش دي حالات عندي في المركز وموجود عند الدكتور يعني. وموجوده يعني، مش مخترع والله. وحتى الطابع المصري، سيراميك مصر على فكره. لا ده باين يا دكتور، ده باين. لا حضرتك، لا بتجيب لنا دايما كل فقره فعلا صور حيه، ودي بتطمن المشاهد، لان بتشوف فعلا يعني لو ام ما عندهاش ثقافه قوي او ما بتكونش متعلمه قوي وشافت رجل ابنها شبه دي، فتلحق الطفل، لان كل زي ما الدكتور بيقول كل ما بتروحي بدري بيبقى الموضوع اسهل بالنسبه للطفل، وبتبقى مش متعبه قوي لانها مش بنيجي جنب العظم. العظم هو اللي بيوجع، ومده التئامه بتبقى اطول. اكيد. طيب دكتور